السلام عليكم. هل هو ربيع النظام السوري على أنقاض ربيع السوريين؟ سؤال يثيره في الأفق غبار الحركة الدبلوماسية المنبعثة من الإقليم، وهي حركة باتجاه التطبيع مع النظام بعد سني الانتفاضة السورية العجاف. البحرين والإمارات والأردن هي التي تولت كبر حركة التطبيع مع النظام، وإن كان تطبيعاً اقتصادياً وأمنياً فقط حتى الآن. فالأردن أعاد فتح معبره البري مع سوريا، والإمارات أظهرت جهوزيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع نظام دمشق، بينما البحرين كانت من السباقين لإعادة فتح سفارتها في سوريا التي يحكمها نظام تلاحقه تهم جرائم حرب من قبل المنظمات الحقوقية الدولية. هل ما يحصل يؤشر لانطلاق قطار تطبيع عربي مع النظام السوري؟ وأي دلالة يمكن قراءتها في هذه التفاعلات في ظل موقف أمريكي معلن يرفض الانفتاح السياسي على النظام؟ وما فرص نجاح تعويم رئيس النظام السوري بشار الأسد؟ هذه محاور حلقتنا من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. أليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. بعد تعليق الجامعة العربية لعضوية سوريا في 2011 ودعوتها سحب السفراء العرب من دمشق إلى حين تنفيذ النظام كامل تعهداته في توفير الحماية للمدنيين ومرور نحو 10 سنوات من الحرب، لا يزال البلد يعاني من عدم استقرار داخلي وأزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة مع عزلة سياسية حاول النظام الخروج منها عبر بوابات عديدة مثل العراق وروسيا وإيران. الدول العربية قدمت في بداية الصراع السوري الكثير من الدعم السياسي والمالي والتسليحي لفصائل المعارضة السورية بعد أشهر من توجه الثورة السورية إلى الخيار المسلح لمواجهة القمع من طرف القوات الأمنية وحملات القتل والاعتقالات. مراقبون أشاروا إلى أن نظام الحكم في سوريا لم يكن معزولاً بالكامل سياسياً واقتصادياً حتى مع قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا، حيث وقفت دول عربية على الحياد في الصراع الداخلي مع استمرار قنوات التواصل مع النظام. فيما أكد تدخل العسكري الروسي في الحرب السورية وقبله الدعم الإيراني بقاء نظام بشار الأسد في الحكم وتراجع احتمالات إسقاطه عسكرياً، ويبدو أن بعض الدول العربية رأت أن من مصلحتها إعادة تطبيع علاقاتها مع النظام الحاكم في دمشق. فيما يرى مراقبون أن الانفتاح العربي على سوريا جاء نتيجة لتغيير الولايات المتحدة استراتيجياتها في المنطقة بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي. تطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري سيكون تعزيزاً لشرعيته التي تتعارض مع الكثير من الدول التي ترى أن هذا النظام فقد شرعيته منذ استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، فضلاً عن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري التي قد تكون العقبة الأكبر أمام موقف جامعة الدول العربية من تعليق عضوية سوريا. كذلك عدم وجود إجماع وتوافق عربي على طريق التطبيع العربي الكامل مع دمشق. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي، وكذلك الدكتورة رغداء زيدان عضو اللجنة الدستورية السورية، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الأستاذ خليل المقداد الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. نبدأ في الاستوديو دكتورة رغداء، نتحدث عن رغبة إماراتية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع النظام، ونتحدث عن أردن أكثر انفتاحا، بل إن الملك الأردني عندما ذهب إلى أمريكا حاول أن يقنع النخبة السياسية الأمريكية بتحويم النظام السوري من جديد. الأخبار والتسريبات تقول أنه أخفق في هذه المهمة. ونتحدث عن البحرين التي سارعت إلى فتح سفارتها قبل مدة. هل هذه مؤشرات لانفتاح عربي شامل على نظام الأسد، نظام بشار الأسد رئيس النظام؟ شكرا للسؤال وشكرا للاستضافة. طبعا بالنسبة لموضوع تعويم النظام، أظن أنه الموضوع يعني حاولت فيه الدول العربية من قبل وليس من الآن،
وكثير من الدول العربية كان عندها هذه الرغبة من بداية يعني منذ سنوات وليس من وقت قريب، ولكن ربما تكون كان ظروف لم تكن مواتية كما يجب. ربما اليوم بعض التغييرات التي حصلت في الإقليم وفي العالم بشكل عام سمحت بمثل هذه الانفراجات التي هي تعتبر يعني بالنسبة للنظام نوع من التعويم، ولكن لن تكون بالشيء السهل أو بالأمر السهل. أنا من وجهة نظري أن هذا ربما نشهد بعض الانفراجات الأخرى، ولكن أظن أن هناك عوائق يمكن أن نتحدث عنها، ولكن لا أظن وفق تقديري الشخصي أن هذه الخطوات ممكن أن تكون متسارعة. يعني أنت بحسب مراقبة يعني أداء الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، وهي ربما تكون ترمومتر أو مؤشر على ما يريده كل حاكم عربي منفصل، هل هناك رغبة عربية أو إرادة عربية جمعية باستعادة النظام الأسد إلى أحضانها نظام السوري؟ للأسف هنا هذه الرغبة واضحة. ما هذه المؤشرات؟ مؤشرات كثيرة، كثير من الدول العربية ما زالت يعني على تواصل مع نظام الأسد، لا تنتقده انتقاد علني، لا رفعت دعمها للمعارضة، وتطالب هناك مطالبات عربية بعودة النظام إلى الجامعة العربية. لكن هذه مطالبات من دول قليلة مثل المغرب، البحرين، الإمارات، الأردن، ولكن الصوت يعلو وهناك رفض خجول، يعني الرفض لا يكون بنفس قوة المطالبة، وبالتالي أنا بتقديري أنه الأمر يعني ليس فقط هو رغبة عربية بعدم عودة النظام، إنما هناك ربما تكون يعني لم يأتي لهم يعني الفرصة المناسبة أو أن يكون الجو مناسب لكي يعود النظام إلى الجامعة العربية. طيب أنا أريد في السياق ذاته أريد أن أسأل الأستاذ خليل في الدوحة، إلى أي مدى الأجواء الدولية الراهنة والإقليمية تساعد على إطلاق عملية تطبيع شاملة في المنطقة مع نظام الأسد، ومن ثم التمهيد لاستعادته أو إعادته إلى المنظومة الدولية والإقليمية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم الأستاذ القدير نهاد عدلة والسادة الضيوف والسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. يا سيدي، بداية لو تحدثنا عن التطبيع الآن بمناسبة ظهور ما يسمى بالورقة أو اللا ورقة الأردنية، أنا أعتبر أن هذا التطبيع أو هذه الجهود عبارة عن ارتداد لصدى المواقف الدولية والإقليمية العربية. التطبيع اليوم يعتبر يعني نتيجة حتمية أو تتويج لسلسلة جهود تمثلت في منع أولاً انهيار النظام، وثانياً في تيئيس الناس وإجبارها على القبول بما يقدم لها. واليوم وجدوا أن الوضع ربما والظروف مواتية للشروع في هذا الأمر، ودائماً هناك بوادين اختبار مثل ما حدث مع عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، كانت البحرين ثم تبعتها الإمارات وهكذا والمغرب وإلى ما هنالك. الآن في المسألة السورية كانت الإمارات حاضرة منذ البداية، ثم الآن بدأت التحرك الأردني لجهة شرعنة وإعادة النظام إلى الحضن العربي الإقليمي والدولي بصفة رسمية، وأؤكد على هذه النقطة صفة رسمية، لأن النظام السوري المجرم نظام بشار الأسد لم يكن يوما خارج هذه المنظومة. المنظومة الدولية منظومة واحدة يديرها صناع قرار، لا أحد يستطيع أن يشد على هذه المنظومة، ونظام الأسد قدم لهذه المنظومة خدمات جليلة، وكان لزاما عليهم أن يمنعوا انهياره، لأن انهياره كان بالتأكيد سيؤدي لانهيار باقي الأنظمة. لذلك لكن أستاذ خليل أرجو المعذرة، يعني على هذه النقاط التي ذكرتها، يعني ثمة يعني حتى لا يعني يوصف الحديث بأنه إغراق في نظرية المؤامرة، ثمة من يقول بأن الأردن دفع إلى هذا الموقف، موقف تعويم نظام الأسد، دفعا بعدما استاء وأصابه الإحباط من مواقف بعض الدول الخليجية ومن قضية المحاولة الانقلابية التي قادها الأمير حمزة التي وفرت أرضية اجتماعية بسبب الضائقة الاقتصادية، كلام كثير من هذا. فالرجل أراد أن يحافظ على أمن بلاده فدفع إلى محور الممانعة والمقاومة كما يسمى. يا سيدي، الأردن له مصالح عديدة أن يكون هو الطرف. لماذا الأردن؟ كما ذكرت لك، هم يبحثون عن الأطراف التي لا تشكل يعني إحراجا كبيرا، وبالتالي يكون لها مصلحة من هكذا خطوات. الأردن اليوم له مصالح اقتصادية كبيرة، الأردن اليوم يعاني من أزمات اقتصادية،
وحاول كان لو لاحظت البداية كانت مع مسألة مرور خط الغاز الصهيوني باتجاه لبنان ليس مصريا، وأنا قلت واليوم يكتشف الناس أنه فعلا صهيوني وليس مصريا. أنا قلت لن ليس غازا مصريا، مصر تستورد الغاز اليوم من الكيان الصهيوني، والغاز الذي سيصل عبر الأردن وسوريا إلى لبنان هو غاز صهيوني. دعنا نتذكر في بداية الشهر هذا حديث اللواء أحمد حسني رئيس إدارة المخابرات العامة عندما قال نحن لم نتدخل في الشأن الداخلي السوري كونها دولة جوار ودولة حدودية باستثناء بعض التدخلات في الجنوب السوري عبر تفاهمات روسية، يعني مخابرات أردنية طبعا. نعم نعم نعم، كون النظام السوري منشغل في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية، هو أراد أن يبرر شيء لكنه أدان منظومة الحكم في الأردن كاملة بهذا الكلام. كيف أدانها؟ انشغال النظام في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية دفع بصناع القرار لدفع الأردن للتدخل في الجنوب السوري، وبالتالي مساعدة النظام على البقاء ومنع انهياره، حتى عدة أحياء في درعا عجزوا عن اقتحامها. يا سيدي أنا قلت منذ العام 2012، انظر ستكشف لكم الأيام حجم وطبيعة التدخل أو الدور الأردني في سوريا، حجم مهول جدا. لم يستطع أحد من قادة الفصائل أو الكتائب كانوا يستدعون إلى الأردن، لم يستطع أحد أن يخرج عن الأوامر، ومن خرج عن الأوامر إما حيد أو قتل أو سجن أو سلم للنظام. حتى إعلاميين في وقتها أذكر في تلك الأيام كانوا يسلمون للنظام ولا أحد يشعر بهم. طيب. إذن هذه منظومة متكاملة، لا تقل لي مؤامرة ولا أصدق بهذا الأمر. نحن نتعرض لأكبر مؤامرة خلفت أكبر وأعظم مأساة في العصر الحاضر. الشعب السوري يدفع ثمن وجوده على حدود الكيان الصهيوني. نعم. وثمن كونه مسلما. لذلك نحن الآن إذا أردنا أن نشخص الواقع علينا أن نضع أيدينا على الجرح، علينا أن نحدد تماما وألا نتلاعب بالألفاظ وأن نكون سياسيين ودبلوماسيين. الوضع لا يتحمل بعد كل هذا الوقت. طيب. وكل هذه المآسي. وضع الإصبع على الجرح، وهذا ما نحاول أن نفعله في هذه الحلقة. أعود إليك دكتور سمير، يعني النظام السوري متهم بجرائم حرب لحقته عدة منظمات أممية معتبرة في هذا الجانب، وثبت استعماله للسلاح الكيماوي أكثر من مرة في دمشق وفي إدلب إلى آخره. طيب، نظام تلاحقه كل هذه التهم، ما الجاذبية السياسية أو الاستراتيجية التي تدفع دولا مثل الأردن أو الإمارات أو البحرين نحو الاندفاع بهذه السرعة؟ صحيح صحيح. مساء الخير للجميع أولا، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. أهلا. يعني سؤال أساسي مهم، سأجيب على كل النقاط التي تحدثت عنها، لكن في البداية أريد فقط أن أشير إلى نقطة أو نقطتين أساسيتين. أنه نعم عندنا مؤشرات كثيرة الآن على المستوى العربي الإقليمي والدولي بأنه في رغبة بتحريك الملف السوري بشكل أو بآخر. لماذا؟ لأنه هذه الأزمة لم تعد فقط تتفاعل داخل سوريا وتؤثر على السوري وحده، تؤثر بشكل أوسع ومتزايد يوما بعد آخر على دول الجوار السوري، على المنطقة ككل، وعلى التوازنات الإقليمية حتى. وهذا ما كان يريده بشار الأسد منذ البداية. كما تتذكر في 2010 قال أنه محاولة التأثير في الملف السوري ستكون لذاته إقليمية ودولية أيضا. سوريا ستخلق كافة التوازنات والمعادلات. الآن في نعم كما قلت لك مؤشر بهذا الاتجاه، لكن هذا لا يعني إطلاقا إنه المسألة مرتبطة بمسألة بعملية التطبيع مع بشار الأسد، مع نظام بشار الأسد. حتى العاهل الأردني كما تتذكر في مطلع تموز المنصرم عندما غادر قاعة اللقاء مع الرئيس الأمريكي بايدن أدلى بتصريح، عندها تصريح مباشر وطرح تساؤل أساسي إنه هل الهدف الآن هو في الموضوع السوري تغيير سلوك بشار الأسد أم تغيير طريقة التعامل، طلب من الأسد أن يغير طريقة تعامله مع الملف. يعني المسألة كما فهمت أنا من طرح العاهل الأردني مرتبطة بالارتدادات الملف السوري على دول المنطقة كما قلت لك في البداية. الآن في نقطة أهم بالنسبة للنقاط التي طرحتها في الأسئلة، نعم في عنا أكثر من عقبة قانونية سياسية تقنية استراتيجية تمنع نقاش موضوع تعويم نظام الأسد. ربما مرحلة انتقالية قد
لا أنا قبل الحديث عن هذه العقبات التي سنتحدث عنها لاحقا في الجزء الأخير، لكن دكتور سمير يعني أنت تتحدث عن أنه هذه تأثيرات ما يحصل في سوريا تمتد إقليميا إلى المحيط الإقليمي، لكن الدول أكثر الدول التي عادت إلى النظام للتعامل معه هي دول بعيدة جغرافيا. نتحدث عن المغرب التي تبدي استعداد للتواصل مع النظام، نتحدث عن البحرين، البحرين ما تأثرت فيما يحصل في سوريا، نتحدث عن الإمارات. يعني كيف تفسر هذا؟ هذا مرتبط بالسياسة العربية في وطريقة التعامل جامعة الدول العربية مع الملف السوري، هذه الطريقة الجديدة. لكن أنا لا أظن أنه هذا الحراك الإماراتي أو البحريني مرتبط بقرار ذاتي منفصل، هو مرتبط بقرار مصري بالدرجة الأساسية، لأنه مصر كانت دائما تحاول أن تحمي علاقاتها في الملف السوري بطريقة اسلوب موازنة العلاقات مع المعارضة إلى حد ما ومع النظام أيضا. لأن مصر الآن برأيي هي التي تريد أن تقود مرة أخرى الملف السوري بالتنسيق مع هذه العواصم. نقطة أخيرة لن أطيل، أعرف أنني أطلت، أنه كل هذا النقاش أيضا سيحمل معه تساؤل آخر، هل هي مسألة تعويم أو مسألة تطبيع؟ في فرق كبير كما تعرف أنت أيضا بين مسألة التطبيع، يعني قبول التطبيع يعني قبول النظام، أي نظام استقبل، أي سوريا سيتم القبول بها، سوريا المدمرة اقتصاديا، المدمرة في موضوع اللاجئ واللجوء، موضوع الهجرة، في موضوع مش أكثر من أزمة تعاني منها سوريا، مع أي نظام ستذهب لتجلس وتطبع، ما الذي يمكن هذا النظام أن يقدمه في عملية تطبيع لسوريا وللشعب السوري؟ رأيي الشخصي صفر. طيب العواقب السياسية المحتملة لأي عملية تطبيع محتملة مع النظام السوري هو ما نبحثه بعد الفاصل القصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. أسعدكم الله في هذه العودة للحديث عن التفاعلات السياسية الإقليمية المرتبطة بما يبدو أنه حركة تطبيع مع النظام السوري من قبل عدد من الدول العربية. دكتورة رغدة، هل يمكن أن تكون المعادلة الآن على النحو التالي: مزيد انفتاح عربي وإقليمي على النظام يقابله مزيد تهميش وانحسار في العلاقات مع المعارضة السورية؟ برأيي أن الموضوع يعني كما أشار الدكتور سمير لا يأخذ هذا المنحى، منحى أنه النظام والتطبيع معه وإعادة علاقات كاملة وتعويمه بشكل كامل، إنما أظن أن الموضوع ووفق تقدير الشخصي أن الموضوع له علاقة بكل الظروف الإقليمية الموجودة والتي أكدت عليها في البداية. كل الظروف الإقليمية الموجودة تستدعي أن هناك بعض المتطلبات للتعامل مع النظام بملفات معينة. هذا التعامل مع النظام لا أظن أنه سينعكس بشكل يعني انحسار بالعلاقات مع المعارضة، والسبب أن أساساً العلاقات مع المعارضة ليست كما يجب، يعني أساساً المعارضة اليوم لا تلقى هذا الدعم الكامل، أساساً المعارضة حتى اليوم هي معارضات وليست معارضة واحدة، ليست جسم واحد، لا يوجد هناك هذا التنسيق بشكل كامل، ودائماً هي تخضع للمتطلبات الدولية، تخضع للتنافس الدولي أو التفاهمات الدولية إن صح التعبير. كثير من الأحيان يعني نحن نسمع أن المعارضة يعني تجرى اجتماعات دولية والمعارضة تكون يعني خارج السياق، خارج السياق ولا تعلم أساسا في اجتماعات. السبب برأيك هذا التهميش للمعارضة، هل السبب عدم وجود قيادة؟ هل السبب عدم ارتباطها بالشارع السوري، شارع الثوري السوري، الانتفاضة؟ هل 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 يراد لها ذلك؟ عدة أسباب وليست سبب واحد، وربما يكون كما يمكن أن يقال عنها أنها هي مستويات معقدة، يعني ليست صورة واضحة بشكل كامل. ربما تكون هي في بنية المعارضة بحد ذاتها، بطريقة تشكيلها، بطريقة تعاطيها مع الملف السوري، بطريقة استماع يعني تعاونها أو طلبها العون من الدول. ربما كان الملف إيرانيا،
روسيا بامتياز، وعجزت المعارضة عن مواجهة الخبرة الدبلوماسية والدهاء الدبلوماسي عند الإيرانيين والروس مثلا. يوجد مثل هذا الأمر ربما يكون صحيح في البداية، ولكن أظن بعد 10 سنوات وصلنا إلى مرحلة فيها معرفة بالدول، معرفة بالهوامش التي يمكن أن نلعب عليها، ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذه القدرة على تجميع الأصوات وجعل نواة قوية قادرة على التأثير فعلا، أو على الأقل إحساس أو يعني تشعر الآخرين بوجود. فهذا الأمر طبعا له علاقة بأننا يعني دائما ننتظر ما سوف تقدمه الدول، ننتظر ما ستؤول إليه الأمور، لا تكون هناك دراسات حقيقية فعلا لما يمكن للهوامش التي يمكن أن نتحرك فيها، وبالتالي دائما يعني هذه التفرقة تنعكس على الملف السوري بشكل كامل. الملف السوري ملف معقد، ليس ملف سهل، ولا يعني ألقي باللائمة كلها على المعارضة، ولكن بصورة أساسية هناك هذا التعقيد انعكس أيضا على أداء المعارضة وزاد الفشل فشل. وبرأيي يعني الأمر كان يمكن ويمكن اليوم حتى أن يكون هناك تأثير مختلف إذا كان هناك نوع من التنسيق، نوع من الـ يعني معرفة كيفية التنسيق الداخلي، ومعرفة كيفية الأبواب أو ما هي الأبواب التي يمكن طرقها وكيف يمكن أن تطرق. كما لو أنك تشيرين إلى وجود يعني على غرار النظام وجود فساد في المعارضة السورية، ليس فساد بقدر ما هو يعني سوء تنسيق، يعني سوء تنسيق بصورة كبيرة جدا، وبالتالي يعني جهود مهدورة. هنا حتى لو قلت يعني هناك ناس من أفضل ما يكون كنوايا طيبة، ولكن لا يوجد هناك يعني تخطيط استراتيجي أو عمل منهجي حقيقي يثمر جهود معينة حتى لو كانت بسيطة، رغم أنهم مثلا إذا تذكرنا مثلا قانون قيصر عندما صدر بجهود معارضة سورية، هذه المعارضة أثمرت هذا القانون، حتى لو كان هذا القانون يعني حتى الآن لم يوظف بالطريقة التي الصحيحة. وأظن أن هناك هوامش نستطيع نحن كمعارضة أنه فعلا أنه يعني نسعى إلى توسيعها وإلى تفعيلها وإلى يعني إظهار بعض النتائج لها. طيب أستاذ خليل، ما زلنا في سياق الحديث عن دلالات ما يحصل في المشهد السوري الآن، هل هناك برأيك قناعة استقرت لدى الدول الإقليمية بأن الحرب في سوريا انتهت، وأن النظام صار أمرا واقعا نتيجة إرادة دولية، وأن الاعتراف به والتطبيع معه صار مسألة وقت لا أكثر؟ سيدي، أنا بالنسبة لي أنا أوافق على هذا الطرح. الآن الظروف وصلوا إلى مرحلة أنه يجب إنجاز شيء ما. الهدف إبقاء النظام تحقق، هدف إعادة بسط سيطرة النظام على مساحات واسعة وشاسعة من الأرض السورية المحررة تحقق، وآخرها الجنوب. ولاحظ أنت كيف كانت تصريحات الملك الأردني، سبقت الحملة على درعا ثم بدأت الحملة على درعا وإقطاع درعا جددا، ظهرت مسألة الورقة الأردنية. إذن هذا كله هم يهيئون الفرص والظروف لإنجاز المرحلة التي تليها، وبالتالي كل مشاريعهم تأخرت بسبب الوضع على الأرض، يعني هو الذي يقرر. أنا دعني أكون صريحا وأتساءل كمواطن، يعني كإنسان عانى من هذا النظام المجرم، نظام على مدى 10 أو 11 عاما يرتكب الفظاعات ولا يترك موبقة من الموبقات إلا ويمارسها، يهجر الملايين، يقتل ويأس ويعتقل ويعذب ويشرد وينتهك الحرمات ويدمر البلاد ويفعل كل شيء، وما زال يفعل، لم ينثني ولم يتراجع، ومع ذلك لم يفعل له شيئا. لا تقل لي نظام دولي ومعارضة، والمعارضة هم الذين اختاروها وهم الذين نقبوا عن كل فاسد، كل متردية ونطيحة ونصبوها في المعارضة. هؤلاء يفعلون ما تريد هذه الدول. لا يستطيع أي كيان في المعارضة الآن أن ينفرد، إذا كانت دول لا تستطيع أن تشذ عن هذا النظام أو القرار، لكن كيف تفعل المعارضة لأنها فاسدة أساسا. لكن دعني أقول لك، هل لو أرادوا إسقاط النظام لأسقطوه خلال ساعات، خلال أيام، خلال أسابيع، بعد استخدام الكيميائي، بعد المجازر، بعد التهجير، بعد
لن تجد ولا إدارة أمريكية واحدة جمهورية كانت أمريكية. خليل، يعني أنت تتحدث بمنطق أخلاقي بأنه هجر وضرب الكيماوي، لكن المنطق السياسي يختلف عن المنطق الأخلاقي، منطق براغماتي، منطق مصالحي. ماذا فعل السوريون لأجل مصلحتهم؟ أتحدث عن نخب، أتحدث عن معارضة، أتحدث عن شعب انتفض في الشارع. يا سيدي أرجوك، لا يوجد أخلاقيات في سياسات الدول ولا في هيئة الأمم التي وضعت لتكوين نظام سياسي ما يحكم العالم اليوم. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، منظومة الحكم الدولية أحكمت قبضتها تماما على الأنظمة حول العالم تماما، ولا يستطيع أي نظام أن يشذ عن المرسوم. هي تقرر السياسات، هي تصنع السياسات، هي تراجع السياسات، هي تقوم. لكن دعني أقول لك، هل هناك تصريح واحد لإدارة أمريكية واحدة جمهورية كانت أم ديمقراطية أكدت على أنه يجب إسقاط الأسد؟ لم يحاولوا حتى، رغم وهو يرتكب الفظاعات ويستخدم الكناية. قالها باراك أوباما مرتين أن على الأسد أن يرحل. لا 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 لا, لا عفوا قالها في البدايات، ثم تدخل الكيان الصهيوني وقال توقفوا لا النظام أحمر، خاصة بعد تصريحات رامي مخلوف التي قال فيها أمن النظام أو أمن سوريا من أمن إسرائيل، هكذا قالها، وكان الرد سريعا وأمر أوباما أن لا يتدخل. طيب. ولهذا يعني نجد سلسلة ما حدث. لذلك اليوم الورقة الأردنية تطرح هذه النقاط، وأنه من المنطق ومن المعقول والظروف مهيئة، وهذه كلها أعذار وكلها يعني للاستهلاك المحلي، بينما الخطط طيب. جاهزة والمشروع معد تماما، وهو الإبقاء على النظام أو لاحقا فدرالة سوريا أو إيجاد منظومة حكم طائفية. نعم. أو محاصصة طائفية تبقي، والهدف الرئيسي هو محاربة الإرهاب. هذا أستاذ خليل، هذا في سياق الدلالات، لكن ثم تحديث آخر في مستوى آخر هو عن العواقب، وهنا أتحول إلى الدكتور سمير لأسأله، ما العواقب السياسية المتوقعة لأي تطبيع محتمل مع نظام الأسد؟ وهناك يعني صحف دولية تتحدث عن أنه يمكن أن يكون هناك نوع من الرسائل تؤدي إلى تقويض المبادئ الدولية في التعامل مع الانتهاكات. صحيح. انتهاكات الصارخة. يعني هذه مسألة، ما العواقب التي يعني ما تقوله وسائل الإعلام ربما مهم، لكن في مسائل أهم بكثير مما يقوله الإعلام. في عنا قرارات أممية دولية، في عنا لجان تحقيق مشكلة شكلت للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام في الداخل السوري في السنوات المنصرمة، وفي عنا الآن أكثر من موقف دولي مؤثر يقول أنه الذهاب إلى التنسيق مع النظام بين المستحيلات. الموقف الأمريكي مثلا، نعم نحن نعرف أن واشنطن تبحث عن مصالحها قبل كل شيء، لكن رغم أنها قالت أنها لن تغير في موقفها حيال النظام، هي لم تقل لنا أنها ستذهب بمنحى التأثير لإزاحة النظام. وهذا يعني أن واشنطن إما أنها غير قادرة فعلا على التأثير في الملف السوري، وإما أنها دخلت الآن في تفاهمات جديدة مع روسيا في إطار خطة روسية يبدو أنها تناقش الآن، ويبدو أنه يعني تم التوافق حولها، هذه الخطة الروسية باتجاه مرحلة انتقالية في الملف السوري. لكن رأيي الشخصي أنا أنه، وهنا أجيب مباشرة على السؤال الذي طرحته، أنه هذه أي تحرك باتجاه العودة للتنسيق مع النظام عربيا سيكون مكلفا على الذين يقفون إلى جانب النظام والذين ينسقون معه من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية أيضا. إلا إذا تم تغطية الأمر سياسيا دكتور سمير، بحيث يصار إلى أن النظام يحاسب بعض من تلخط أيديهم بدماء السوريين، وهكذا يخرج ربما منها رؤوس كبيرة في النظام. في جميع الأحوال الخطة ستكون يعني مبرمجة عبر خارطة طريق بمرحلة انتقالية في التعامل مع الملف السوري، مرحلة انتقالية. الأسد قد يكون موجود في هذه المرحلة الانتقالية، هذا ما تريده موسكو وتصر عليه، لكن هذا يعني إطلاقا أنه في نهاية المرحلة الانتقالية الأسد هو الذي سيبقى، لأنه الجميع الآن على المستوى العربي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي قلق وحذر في قبول النظام، أي نظام، النظام الذي الآن هو أمام مساءلة قانونية سياسية أخلاقية، ليس فقط من قبل الداخل السوري بل من قبل المجتمع الدولي ككل. الآن في نقطة
نهائية أنه النقاش الموقف العربي مهم، لكن جامعة الدول العربية كما تتذكر هي التي سارعت عام 2010-11 لتحديد موقف واضح محدد حيال النظام، والآن تريد بعض العواصم العربية أن تضغط على الجامعة لتغيير هذا الموقف. ما الذي يدفع الجامعة العربية الآن لمراجعة هذا الموقف بهذا الشكل، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول لا تغيير في مواقفنا حيال النظام؟ أنا رأيي الشخصي أنه الموقف الأمريكي له تأثير كبير على الكثير من العواصم العربية شئنا أم أبينا أيضا، لذلك هذا الحراك سيكون له حد، لن يتجاوز نقطة معينة، أقصد الحراك العربي حراك بعض العواصم العربية باتجاه التلويح بتعويم النظام بشكل أو بآخر، هذا سيتقدم إلى نقطة، إلى درجة محددة، نقطة معينة. رأيي الشخصي مع الأسف أقول أتحدث بهذا الشكل، لن يسمح لأي عاصمة عربية أن تتخطى هذا الحاجز طالما أنه التفاهمات لم تظهر إلى العلن ولم تبدأ الترجمات العملية على الأرض. طب من داخل المؤسسة السياسية دكتورة رغداء، يعني الآن التطبيع أو العلاقات أو الانفتاح الجزئي على النظام ما زال في إطار الاقتصاديات والأمنيات، هل لديك ما يؤشر على الانفتاح السياسي أم أنك توافقين ما قاله الدكتور سمير بأنه لا إذن بالانفتاح السياسي على النظام؟ أظن أنه لا إذن بالانفتاح السياسي حاليا، والسبب الأساسي أن أمريكا دائما تصر على أنها تنظر للملف السوري على أنه ملف إغاثي، يعني تنظر للكارثة الإنسانية كما يقولون، دائما يقولون أن هناك كارثة إنسانية ليست موجودة فقط في سوريا، إنما هي موجودة أيضا في لبنان وموجودة أيضا في الأردن. واليوم الانفتاح الذي سمح به هو انفتاح اقتصادي بالدرجة الأولى، وهناك من برر بأن هذا الانفتاح أساسه حتى لا تنهار لبنان، يعني الأزمة في لبنان بلغت حدا كبيرا جدا جدا وكان لابد من المساعدة، فتم هذا التجاوز من منطلق إغاثي، من منطلق نظر إلى كارثة إنسانية. لكن موضوع الانتهاكات ما زال الأمريكان مصرين على أنهم يسجلون هذه الانتهاكات، وأنهم يعني لا يسمحون وينصحون أصدقائهم العرب إن صح كما يقولون بأن لا يطبعوا مع الأسد، لأن هذا النظام هو نظام ارتكب انتهاكات كبيرة جدا، والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام سواء في أوروبا ولا في أمريكا لا يمكن أن يتجاوز مثل هذه الانتهاكات التي حصلت. وبالتالي وفق تقديري الشخصي أن هذا الانفتاح هو انفتاح اقتصادي لأهداف يفرضها الواقع الإقليمي، قد تصل إلى حد معين، ولكن حتى الآن لا يوجد في الأفق حل سياسي كامل في سوريا. ووفق تقدير الشخصي أن الأمر بحاجة، ما زال بحاجة إلى وقت، وربما يعني نستمر على هذه الحالة التي نحن عليها عدة سنوات أخرى. طيب قبل أن نذهب إلى الفصل أستاذ خليل، يعني وأرجو الاختصار، هل يمكن قراءة ما يحصل على أنه محاولة أمريكية مغطاة من وراء الستار دفع بعض الدول العربية لي سحب النظام من القبضة الروسية والإيرانية وإضعاف النفوذ الروسي والإيراني في سوريا، هل يمكن قراءة المشهد على هذا كما يقول بعض المراقبين؟ سؤال لي أخي جهاد؟ نعم. دعنا نفس الباب، ومن يحكم هم إدارة أوباما وليس التنسيق بين هذه وبين الصوت فيه تقطع، معذرة أستاذ خليل أنا لا أسمعك بوضوح، ربما تكون المشكلة في المصدر، لا بأس ربما نعود لنتحدث معك بعد قليل، نذهب إلى فاصل، ما زال في الحديث بقية تأتيكم بعد فاصل أخير.
أهلا بكم. عودة إلى الدوحة. أستاذ سمير، سألتك عما إذا كان هناك يمكن قراءة ما يحصل الآن في 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 المشهد السوري، محاولات ل يعني إضعاف النفوذ الروسي والإيراني، وتحديدا هنا المقصود بهذا كله عزل النظام عن إيران و يعني إزالة المبرر وجود إيران في سوريا. السؤال هو إلى أي مدى هذا السيناريو ترجحه، خصوصا وأن هناك مفاوضات مقبلة بين الإيرانيين والأمريكيين بشأن البرنامجين النووي والصاروخ؟ وتفضل لك. نعم، أظن أذكر موجه لي أخي جي وليس نعم لك هو نعم نعم يا سيدي. أولا أنا قلت لا أدري هل تسمعني جيدا؟ لا تفضل. نعم، قلت أن الإدارة الأمريكية الحالية هي نفس إدارة وهذه هي التي نسقت بوتين وهي التي أمنت الدور الروسي وكله بالتنسيق أو تحت الكيان الصهيوني وبالتنسيق معه. اليوم لا يمكن أن نتحدث عن خلافة حقيقية بين روسيا والولايات المتحدة تخص الشأن السوري، لأنها محكومة، كل العلاقات محكومة بمصالح وأمن الكيان الصهيوني وهو الذي يدير هذه العلاقة. الدور الإيراني دور مهم لكلاهما، سواء للروس أو لأن إيران تقدم العنصر البشري المهم في هذه الحرب على الشعب السوري وبشر فوضى في المنطقة، وبالتالي يمكن له أن يتخلم عن الدور الإيراني بسهولة. أستاذ خليل أرجو المعذرة، يعني الصوت ما زال يتقطع، لا أستطيع المواصلة، لعلهم يعني يتم إصلاح هذا الخلل. أعود إلى الاستوديو. دكتور سمير، من الناحية العملية، هل محاولات إنعاش الأسد وإعادته إلى الحظيرة الدولية السياسية قابلة لحياة هذه المحاولات؟ لا طبعا، كما قلت لك قبل قليل، في أكثر من عقبة قانونية سياسية تقنية أصلا، وبعدين في عندنا أكثر من الآن مساءلة على المستوى الدولي والإقليمي لممارسات النظام في العقد الأخير في الداخل السوري، لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها بمثل هذه السهولة والبساطة. نعم، السياسة، نعرف ألعاب السياسة في الكواليس، من الممكن أن يكون هناك تفاهمات، مساومات، صفقات، لكن في مسائل من هذا النوع الآن في عندك الداخل السوري الذي يعاني من أكثر من أزمة. نعم، لنفترض أنا وأنت سيناريو بسيط جدا، أنه كان في صارت في تفاهمات بشكل أو بآخر على عملية تعويم النظام، ما الذي سيجري في الداخل السوري؟ يعني علينا أن نأخذ هذه المسألة أيضا بعين الاعتبار. عندك الآن الملايين من الشعب السوري خارج الأراضي السورية، عندك مسألة عملية نزوح، عملية لجوء، يعني في عندك أكثر من مسألة عقبة الآن، مشكلة في الداخل السوري تنتظر حل. هل هذا النظام يستطيع فعلا أن يحل بما هو عليه موجود الآن كل هذه المسائل؟ لا أظن إطلاقا. الآن في نقطة مهمة، يمكن تشكيل مجموعة مانحة للمساعدة في هذا السياق. متى يتم هذا النقاش؟ بعد إنجاز وبعد التفاهم على المرحلة الانتقالية التي أنا تحدثت عنها قبل قليل، ستكون مسائل مرتبطة ببعضها البعض، خارطة الطريق في إطار تفاهمات سياسية حول المرحلة الانتقالية مدعومة دوليا بهذا التمويل، وعندنا تجارب كما تتذكر أنت أيضا بهذا الخصوص. الآن الموقف الأمريكي نعم مهم، مثال بسيط أشرت له قبل قليل الدكتورة، أنه موضوع قانون قيصر، كيف ستتعامل واشنطن مع هذا القانون الذي الآن ما زالت متمسكة به؟ وإذا ما ظهر سيناريو بديل معاكس لما تقوله الإدارة الأمريكية، صحيح أنه في احتمال كبير كما قلت لك أن يكون في حوار أمريكي روسي بعيدا عن الأضواء. هذا الحوار بدأ قبل أسابيع كما تتذكر في لقاء عسكري رؤساء الأركان، رئيسي الأركان الأمريكي والروسي، وقبل أيام كان في أيضا كما تابعنا جميعا زيارة للشخصية المؤثرة الثالثة في الخارجية الأمريكية نولاند إلى موسكو إلى روسيا في لقاء مهم. أظن الموضوع السوري كان على رأس ملف النقاش بين الطرفين، احتمال أنه يكون في نعم حوار، وهذه النقطة الآن تقلق أنقرة بين مزدوجين، يعني أدخل على موضوع يعني خارج ومع النقاش الأساسي، هذا التصعيد في الموقف التركي خصوصا في موضوع قسد ومسد وما نتحدث عنه اليوم في تركيا حول احتمال عملية عسكرية محتملة، هذا يعني أنه تركيا قلقة من أن يكون هناك تفاهمات أمريكية روسية تؤثر على أمنها القومي، مصالحها وحساباتها في سوريا. هذا ما كنت سأسألك عنه، لكن دخلته للسؤال الأخير للدكتورة رغدة. الآن تحدثت قبل قليل عن قانون قيصر، إلى أي مدى يمكن لهذا القانون أن يعرقل أي امتداد سياسي نحو دمشق الآن؟
أظن ليس فقط قانون قيصر هو الذي يمكن أن يعطل، وهو من القوانين التي يعني ترصد الانتهاكات، تفرض عقوبات على منتهكين، وتثبت يعني هي عمليا عندما يعني يوضع أحدهم في القائمة أو مؤسسة أو شخص أو إلى آخره، هذا يعني أن هذا الإنسان تورط يعني متورط بالانتهاكات الحاصلة. هذا التورط لا يشمله فقط، يشمل كل من يتعاون معه، وبالتالي الموضوع له اتساع قانوني كبير جدا. النقطة الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها هي أن المناطق النفوذ الموجودة الآن في سوريا، سواء كانت في شمال شرق سوريا ولا في شمال غرب أو غير ذلك، ليس من السهل أبدا أن يتم تعويم النظام وأن تتم سيطرته عليها من جديد. هناك عقبات كبيرة تقف في طريقه، هناك رفض شعبي كبير، يعني لا يمكن اليوم عندنا مجرد أن الملك الأردني تحدث فتحوا معبر نصيب، عندي بدرعة كان تقريبا حوالي 4000 شاب خرجوا تهريب، خرجوا من درعة باتجاه أوروبا وغير ذلك. فتصور أنت أنه مثل هذا التطبيع لو كانت له مؤشرات أو حاولوا أن يحصل، ستكون هناك كارثة كبيرة جدا لا تكون تبعاتها، لا يستطيع النظام، لا يستطيع ولا يرغب، يعني هو لأنه حتى لا يريد الناس أن تعود إليه، وبالتالي هو ينتقم من كل من يعود. وأيضا الدول لن تتحمل مثل هذا التبعات التهجير والتبعات الإنسانية لهذا التعويم. طيب تفضلي. نعم، وبالتالي يعني طبعا الأمر ليس أمر سهل وليس بهذه البساطة، ويمكن أن تكون هناك عملية انتقالية. هذه العملية الانتقالية إذا تمت بالدول يكون لا يكفي فقط أن يتم اتفاق دولي عليها، يجب أن يهيئ لها على أرض سوريا، يهيئ لها ما يعني يعطيها أسباب نجاح. وليس هناك مؤشرات على هذه التهيئة حتى الآن. حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات. أنا لو ذهبنا مرة أخرى إلى الدوحة، أستاذ خليل، هناك دول في المنطقة، دولة مهمة مثل تركيا ودولة نفطية مثل قطر، دولتان تعارضان أي شرعنة لنظام بشار الأسد في سوريا. ما مستوى التحدي الذي يفرضه معارضة هاتين الدولتين لإعادة النظام إلى الحظيرة السياسية الإقليمية والدولية؟ نعم، منطقيا لا يمكن أن يؤثر كثيرا إلا بالمدى الذي تؤثر به هاتان الدولتان على المشهد السوري. بالنسبة لأي دولة تستطيع أن تعيد العلاقات وتستطيع أن تنفض، برأيي ربما قطر لن تعيد العلاقات وإن كان هناك علاقات جزئية أو ستكون آخر المتطبيعين. بالنسبة لتركيا طبعا بكل تأكيد هذا أمر يقلقها، لأن عودة النظام والورقة الأردنية تعني تنسيق المواقف أو تقريب وجهات النظر وإعادة اللحمة بين نظام الأسد وبين قسد، وهذا يشكل تهديدا لأمن تركيا. لاحظنا نحن أن هناك تقارب تركي مع النظام السوري، ولاحظنا أن هناك تنسيق تركي روسي وتنسيق تركي إيراني. تقارب تركي مع النظام السوري، كيف حصل هذا ومتى؟ هذا حصل من خلال اجتماع لجان ومن خلال زيارات ومن خلال أجهزة المخابرات أمنية. نعم. وسربت وتحدثت عنها وسائل إعلام ومواقع كثيرة. معنا الآن هناك حتى إعادة فتح بضائع وتمر البضائع بين البلدين بشكل رسمي وأحيانا تهريب. الآن الأمر، النقطة المهمة في هذا السياق يا سيدي، هي هل النظام الدولي قرر إعادة النظام إلى حضنه رسمياً أم لا؟ إن كان قرر إعادته رسمياً فسيعود، لأنهم الآن في مرحلة أخيرة من مراحل فرض سيطرة النظام التي هي بالتالي فرض سيطرة منظومة الحكم الدولية، ولديهم معضلة وهي وجود الإرهاب، ما يسمونه الإرهاب، وبالتالي كل الرافضين لمسألة التسويات والمصالحات مع النظام أو التسوية السياسية بالأصح، لأننا سنجد لا نعلم ما الذي سيحدث في إدلب في حال قرر جولاني مثلا الانصراف في هذا الأمر وهو منخرط، هو يحاول تصفيه كافة الفصائل التي قد تشكل عائقا أمام هذا الأمر، وشاهدتم كيف نجح بتفكيك عدة فصائل وإنهاء وجودها وإبعادها عن الطرق الدولية، وبالتالي أصبحت الدوريات الروسية التركية تمر بكل أريحية وراحة وأمان دون تهديد.
اليوم لا يمكن التعويل على هذه الجهود إلا بقدر ما يسمح به الشعب السوري. الشعب السوري إن قرر أنه سيستمر في هذه لا أسميها ثورة لأن الثورة انتهت الآن، نحن في حرب وجود، الأصح نسميها حرب وجود في هذه المعركة، فبالتالي هي لن تنجح ولن يكتب لها النجاح، لأن الفصائل في إدلب في حال قرر جولاني أن يدخل في هذه ومعه طبعا فصائل الجيش الوطني التابعة لتركيا ربما نشهد انشقاقات، هذه الانشقاقات قد تؤدي إلى أيضا نشوء فصائل جديدة وربما تسرب للمقاتلين مئات أو آلاف المقاتلين باتجاه البادية أو القيام بعمليات استنزاف وعمليات مقاومة أو الانضمام لتنظيم الدولة حتى. نعم. لذلك هذه العوامل تؤخذ في الحسبان عندما يقوم صانع القرار بصياغة قراره، لأن عملية فرض سيطرة النظام لها عواقب كثيرة لا يمكن لهم أن يتنبؤوا بها إلا في لحظتها، يعني هم يحاولون الآن هل الجو الآن أو الوضع يسمح بإعادة النظام؟ إن كان يسمح نعم 90% 80% نمشي به، إن لم يسمح لن يفعلوا هذا حتى يتأكدوا أن القوى على الأرض قد أنهكت وأنها ستقبل مرغمة، لأن كل ما يحدث هو عملية تيئيس، كل هذا القصف الذي يحدث للمدنيين في إدلب وفي حماة واللاذقية في أريافها هو لتيئيسهم لدرجة أو بحيث عندما تصل التسوية لمراحلها الأخيرة يقبلون، لأن الناس الآن تبحث عن رغيف الخبز مثلا وحتى التجويع هو لفرض هذه التسوية، وهذا ربما يكون من مؤشرات التهيئة للمرحلة المقبلة. ربما دكتور سمير، يعني الموقف التركي مهم للغاية فيما في شكل سوريا المقبلة، دولة حدودية، دولة كبيرة لها نفوذ في الداخل، لها سيطرة على فصائل كبيرة في الداخل، أخفقت التسريبات الأخيرة تقول إن روسيا أخفقت في إقناع تركيا بالتعامل مع نظام الأسد، ما محددات الموقف التركي وهل هو مبدئي أم تكتيكي مؤقت؟ يعني حتى الآن لا أظن أنه في تحول حقيقي في الموقف التركي أو السياسة التركية، طريقة تعامل قيادات حزب العدالة والتنمية بشكل أوضح مع الملف السوري المعتمدة في العقد الأخير، وحتى الآن لا يوجد أي تغيير. صحيح أنه في لقاء تم رأي الشخصي هذا من خلال المتابعة، لا أملك معلومات موثقة، بين هكام فيدان وعلي مملوك، وربما قد يكون قد تم كما قيل أيضا في بغداد بدخول وساطة للقاضمي على الخط، لكن نحن لكن لا نعرف بالتأكيد انه هل هذا الموضوع مرتبط بنقاش ملفات سياسية مرتبطة بموقف التركي في التعامل مع الملف السوري؟ لا اظن، يعني المسائل التي نقشت مسائل أمنية بالدرجة الأساسية. الان في نقطة مهمة، تركيا الان في عندها نقطة أساسية تغلقها، ما هي هذه النقطة؟ احتمال ان يكون هناك تفاهمات أمريكية روسية من وراء ظهرها وعلى حسابها في سوريا، هذا احتمال وارد جدا. لماذا؟ لأن واشنطن منزعجة من التصلب التركي، التشدد التركي في التعامل مع الملف السوري، وإصرار أنقرة على حسم موضوع مجموعات قسد ومسد وغيرها المرتبطة بحزب العمال في شرق الفرات. لذلك تتحدث تركيا باستمرار أمام هذه الخروقات وهذا التصعيد وهذا الاستهداف اليومي لجنودها بأنها ستقوم بهذه العملية قريبا جدا. هذا الآن بدأنا نناقشه في الداخل التركي كما تتابع أنت أيضا. الآن عملية من هذا النوع ستؤثر، ربما تركيا لا تهتم هنا بعلاقاتها مع واشنطن، دون علاقات أساسا متباعدة متداورة في التعامل مع الملف السوري بين أنقرة وواشنطن. النقطة الأساسية ستكون كيف سيكون مسار العلاقات التركية الروسية، لأنه في قمة سوتشي الأخيرة في تفاهمات لا نعرف عنها الكثير بين الرئيسين التركي والروسي، عملية عسكرية تركية في شرق الفرات، كيف سيكون موقف موسكو حيالها؟ هذه النقطة الأساسية الآن التي ربما قد إما تقرب أكثر بين أنقرة وموسكو أو قد تباعد أكثر فأكثر بين الطرفين. أشكرك ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي الكرام معي في الاستوديو، الدكتور سمير صارحة الأكاديمي والمحلل السياسي، وكذلك الدكتورة رغداء زيدان عضو اللجنة الدستورية السورية، كما شاركنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الأستاذ خليل المقداد الكاتب والباحث السياسي. يبقى الشكر الأكبر لكم على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.